الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد كل المحجلين الميامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه حبيب رب العالمين. صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم في التوراة وتبشير اليهودية به. أخرج البخاري في كتاب البيوع في الأسواق عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، أو عنهما عمرو بن العاص وعبد الله ابنه، ولقي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وارضاهما، فقلت أي فقال لعبد الله بن عمر: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حافظا عليهم، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، أي رفع الصوت بالخصام، ولا يدفع بالسيئة السيئة، وكان يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أي ملة إبراهيم، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ده صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه في التوراة، الكلام ده في التوراة. بل أخرج الدارمي عن كعب الأحبار قال: إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحامدون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد، يتأزرون إلى أنصافهم ويوضئون أطرافهم، صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء، مناديهم ينادي في جو السماء، لهم في جوف الليل دوي كدوي النحلة، مولده بمكة ومهاجره بطابة وهجرته بطابة وملكه بالشام، فمن هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فلما الكبر والعناد؟ آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما آمنا نحن، كما آمنا نحن كمسلمون، آمنا نحن كمسلمين، معذرة، آمنا نحن كمسلمين بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحبكم في الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.